شكرا لمعالي وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه على كلمته ويدعو معالي السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجيه والتعاون للمملكه المغربيه لالقاء كلمه المملكه المغربيه. شكرا فخامه الرئيس اصحاب الجلاله والفخامه والسمو يسعدني بداية أن أنقل إليكم تحيات أخيكم جلالة الملك محمد السادس أيده الله وقد كلفني جلالته بتلاوة نص الخطاب الملكي الموجه إلى القمة السابعة والعشرون لمجلس جامعة الدول العربية الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس القمة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حضرات السيدات والسادة يطيب لي في البداية أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير إلى فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه ومن خلاله الى الشعب الموريتاني الشقيق على استضافه الدوره السابعه والعشرين للقمه العربيه العاديه مهنئين فخامته على الاعداد المتميز لهذا اللقاء واود ان انوه بالمجهودات التي بذلها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه ورئيس الدوره السابقه للقمه العربيه في سبيل خدمه القضايا العربيه كما اعرب عن خالص التهنئه لمعالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام الجديد لجامعه الدول العربيه متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء مهمته الساميه ولا شك في انه بفضل ما راكمه من خبرات وما يتحلى به من حكمه وتبصر سيكون التوفيق حليفه عاملا على توجيه الجهد العربي نحو ما يرص الصفوف وما يعود بالنفع المباشر على المواطن العربي. وشكرنا موصول الى الدكتور نبيل العربي الذي انتهت ولايته شهر يونيو الماضي على راس الامانه العامه للجامعه مشيدين بالخدمات التي قدمها لوطنه العربي وما اتسم به عمله من جديه وروح المسؤوليه متمنين له دوام الصحه والعافيه اصحاب الجلاله والفخامه والسمو والمعالي ان ارجاء المملكه المغربيه لحقها في تنظيم القمه العربيه لا يعني تخلي المغرب عن العمل العربي المشترك او اهداره لاي جهد في سبيل انجاح الدوره السابعه والعشرين التي نحن بصددها اليوم والتي تفضلت الشقيقه موريتانيا باستضافتها بل امناه واجب التحليل الموضوع المتجرد للواقع العربي وضروره التنبيه الى المخاطر الداخليه والخارجيه التي تستهدف تقسيم البلدان العربيه وذلك حتى نستنهض الهمم لمواجهه تلك المخططات ولاسترجاع سلطه القرار ولرسم معالم مستقبل يستجيب لطموحات شعوبنا في التنميه ويليق بالمكانه الحضاريه لامتنا العربيه ومن الطبيعي انه لا مجال في هذا المقام لاعطاء الدروس او للتسابق نحو افضل القراءات بل المقصود هو ترسيخ الوعي الجماعي بحتميه الاتحاد من اجل الدفاع عن كسب الرهان الحضاري المتمثل في بناء الدولة العصرية المبنية على المواطنة والحق والقانون والتثبت بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية فمتى كانت التفرقة مصدر قوة؟ وهل يمكننا فرادى أن نواجه التحديات المشتركة دون أن يكمل بعضنا البعض؟ ألم توقعنا الحلول الجاهزة المستعارة والنظريات الفضفاضة المبتدعه والنزعات الانفصاليه في تشرذم لا حد له ولا نهايه حتى تصبح الدوله هي الحي او الحاره الم تداس سياده الدوله بذريعه الدفاع عن مذهب او طائفه او شعار معين ويضحى بروح المواطنه لصالح ولاءات لا هدف لها سوى العبث بالعقول وبسط الهيمنه اذا كان من جهاد صالح فهو جهاد النفس جهاد بناء الثقه وجهاد تنقيه الاجواء للتمكن من حل مشاكلنا فيما بيننا بعيدا عن التاثيرات الخارجيه التي تزيد تلك القضايا تعقيدا وتؤجل حلها مما يترتب عنه اهدار للجهد واستنزاف للطاقات والخيرات تلكم هي الحلقه المفرغه التي وقعنا فيها والتي كانت من بين اهم الاسباب التي اضعفت دورنا في حل قضايانا العربيه كالازمه في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان كما قلصت مساهماتنا في التعاطي بكل الفعاليه وبعد النظر اللازمين مع ظاهره الارهاب التي تنخر عقول بعض مواطنينا وتقوض امن بلداننا وسلامتها كيف يعقل الا نكون السباقين الى وضع الاستراتيجيات المتعدده الابعاد والخطط العلميه المحكمه لمواجهه هذه الافه الهدامه ونحن المصدر والهدف وهل من الانتصار لديننا الاسلام الحنيف دين الوسطيه والاعتدال ان يستمر المتطرفون والارهابيون في تشويهه لتبرير أعمالهم الإجرامية ضد البلاد والعباد دون أن نضحد بالأسلوب المناسب تأويلاتهم المغرضة وأطروحاتهم المزيفة وهل من العدل أن تلصق بنا وبأبنائنا من بعدنا صورة مشوهة, مشوهة بين الأمم ونحن من حملة رسالة التنوير ولنا إسهامات مشهود بها في بناء الحضارة الإنسانية ومن واجبنا الاستمرار في التفاعل مع الأمم الأخرى لما فيه خير البشرية. إنه لمخطئ من يظن أنه قادر بمفرده وبإمكاناته الذاتية فقط أن يتحصن من الإرهاب بدون تعاون وتنسيق مع محيطه والعالم من حوله؛ لأن هذه الظاهرة كما نعرفها هي عابرة للحدود. ولا سبيل للقضاء عليها بغير الاستغلال الجماعي على اشتغال الجماعي على تحقيق الامن والتنميه. اصحاب الجلاله والفخامه والسمو والمعالي. انه من الواضح ان المنتظم الدولي مسؤول الى حد كبير عن تاجيل ايجاد التسويه العادله للقضيه الفلسطينيه. ومن المؤكد ان هذا التعثر ناتج عن رفض اسرائيل التجاوب مع قرارات الشرعيه الدوليه ومواصلتها سياسه الاستيطان التي تقضي يوما بعد يوم على حل الدولتين دوله اسرائيل ودوله فلسطين. هذه الاخيره القائمه على اراضيها المحتله عام 1967 وذات السياده والقابله للحياه. واذا كنا كعرب قد قدمنا مبادرة السلام العربية منذ سنة 2002 ولازلنا نعرضها كأساس لإحلال الأمن والسلام والتنمية المندمجة في المنطقة فإننا نثير الانتباه إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع لن تجدي في شيء ولن تغير التاريخ أما عن الوضع في القدس الشريف فإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي نشدد على ضرورة الحفاظ على طابعها العربي الإسلامي ووضعها القانوني كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وكعاصمة لدولة فلسطين المستقلة منبهين إلى أن تجاهل هذا الوضع أو محاولة تهويد القدس الشرقية هو اعتداء على الهوية وعلى الجذور وافتعال للفتنة. إن تشبثنا بالسلام هو الذي يبرر مساندتنا للمبادرات الجادة, الجادة لتهيئة الظروف الملائمة والمحفزات الواقعية لتحقيق حل الدولتين بما فيها المبادرة الفرنسية ذات البعد الدولي الشامل. والمسعى المصري ذو الأثر الإقليمي الواقعي وهو مطلب منسجم مع دعوتنا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لكن لا نريدها مفاوضات بدون هدف أو إطار ولا يجوز أن تجري والعوامل التي أدت إلى فشلها في السابق لا تزال قائمة إن توحيد الصف الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية برئاسه اخينا فخامه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين يشكلان عاملان اساسيان في هذا الاتجاه لا يوازيهما الا الاخلاص في دعم القضيه الفلسطينيه بعيدا عن كل استغلال سياسوي او اسقاطات مفتعله اصحاب الجلاله والفخامه والسمو والمعالي ان التحدي الاكبر يتمثل في ربح معركه التنميه من خلال استدراك تاخر مسارات بناء قدراتنا في معالجه مظاهر الفقر والهشاشه في بلداننا وتجاوز عوائق النهوض بتعاوننا الاقتصادي والتجاري لذا يجب ان يبقى تركيزنا منصبا على ايجاد ووضع هندسه الشراكه المناسبه بين افراد البيت العربي من حيث الاحتياجات والاولويات والفضاءات للنهوض بالبعد التنموي في عملنا المشترك مسخرين كل قدراتنا الذاتية من أجل تحقيق العيش الكريم والطمأنينة للمواطن العربي. لسنا فاقدين للفكر المبدع، ولا للطاقات البشرية المؤهلة، ولا للإطار المؤسساتي اللازم، ولا للثروات الطبيعية المحفزة. ما نحتاج إليه هو تعزيز الإيمان بالاستثمار في المستقبل. وبالتضامن الفعلي والربح المتدرج المتأني إن إنجاز مشاريع تنموية بناء على هذه المبادئ ووفق تلكم الهندسة وعلى أساس مقاربة تشاركية لا سيما مع القطاع الخاص لكفيل بخلق قصص نجاح تشكل محفزا حقيقيا لانسياب الاستثمارات والتنافس على المشاريع في مختلف بقاع الوطن العربي املنا كبير في ان نتحدث اليوم بروح التضامن وفي ان يجني ابناؤنا غدا ثمار مشاريع بنيويه واقتصاديه وتجاريه وتقنيه وعلميه وثقافيه انجزت في اطار جامعه الدول العربيه لتكبر هذه المؤسسه العتيده في عيون المواطنين العرب ولتتبوا مكانتها في تحريك عجله التبادل والتعاون بين التكتلات الاقليميه الاخرى والتاثير الايجابي على الاقتصاد العالمي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا سبيل الرشاد وان يوفقنا لما فيه خير وصلاح امتنا العربيه انه سميع وبصير وبالاجابه جدير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته